تحية أخرى تامر أمين إبراهيم يوسف بسيوني، ولد في 10 سبتمبر 1971، مذيع مصري حاصل على ليسانس ألسن قسم لغة إنجليزية وأسبانية عام 1996. كان يعمل في البداية في مجال السياحة، ثم اتجه أخيرا للإعلام، حيث عمل في قناة النيل للأخبار كمذيع نشرات إخبارية ومقدم برامج من أهمها برنامج الحدود الملتهبة، برنامج ترمومتر، برنامج صناع التاريخ، برنامج النيل يعانق والبعد الآخر، وبرنامج بالبنت الصغير. وكان يقوم بتقديم برنامج مصر النهاردة، البيت بيتك، سابقا على الفضائية المصرية منذ عام 2004، والذي حقق نجاح واسع على مستوى العالم العربي كله، وهو ما أثر كثيرا في مشوار تامر أمين المهني إلى أن انسحب منه مطلع أبريل 2011. ثم انتقل إلى قناة في وقتها كانت حديثة الانطلاق تسمى LTB، وبسبب بعض المشاكل الإدارية تم انسحابه منها، وبعد عدة شهور انتقل إلى قناة المحور بلس، واستمر في تقديم برنامج تحية مصر، ثم انتقل إلى روتانا مصرية، ومنها إلى قناة الحياة. والإعلامي والمذيع اللامع تامر أمين متزوج من المذيعة شيرين الشنيطي، والتي اعتزلت مجال الإعلام نهائيا كي تتفرغ لزوجها. ورزق الإعلامي الكبير تامر أمين من زوجته ببنتين، الكبيرة نور والثانية ملك. هنا صور نادرة لي مع زوجته المذيعة وبنتيه نور وملك، وهنا البنتين بعد ما كبروا كانوا في حلقة في التلفزيون، بنات أمارات، ربنا يخليه له ويخليه ليهم. ودي صور نادرة ليهم برضو، ابنتيه نور وملك، أبو البنات. السؤال عن زوجها ودوره بالمنزل معها وطريقة تعامل الثنائي سويا وكيفية إدارتها للعديد من الأعمال بوقت واحد، وما رأي زوجها في هذا الأمر، أمور بات الإعلامي تامر أمين يسأل بها بشكل ساخر خلال فقرته مع الضيفة تحت عنوان أنا وحواء، صار ضدها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منتقدين أسئلته. الفقرة التي جاءت تحت عنوان أنا وحواء في برنامج آخر النهار، والتي كانت ضيفتها رانيا علواني، أثارت العديد من الانتقادات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن شكوى قدمها المجلس القومي للمرأة ضد البرنامج. وتقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد برنامج آخر النهار الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين على قناة النهار، تضمنت الحلقة محل الشكوى، وأوضح المجلس في شكواه أن المذيع تحدث بأسلوب يفتقر إلى آداب اللياقة وأصول المهنية الإعلامية في حوار اتسم بالسخرية من الضيفة بسبب تنفيذها العديد من الأعمال، إلى جانب الإساءة التي وجهها إلى زوج الضيفة والسخرية من دعمه ومساندته القوية لها، مما يعد إساءة إلى رجال مصر الداعمين لعمل المرأة. وطالب المجلس في شكواه باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في هذا الشأن. بدوره تواصلت هن مع الإعلامي تامر أمين، إذ علق المجلس أكيد ما شافش الحلقة كلها واعتمد على جزء من المقطع على اليوتيوب. وأضاف تامر أمين الحلقة بكل أسئلتها كانت بعلم وترتيب مسبق مع النائبة رانيا علواني. أنا وضحت في نهاية الحلقة أن الفقرة دي اسمها أنا وحواء، وعلواني كانت مذيعة معايا كمان، وهي مجرد فقرة فانتازيا. وأتم تامر أمين تصريحه لهن: أنا أكن كل الاحترام للمرأة وللنائبة رانيا علواني وللمجلس القومي للمرأة. وخضع تامر أمين للتحقيق أمام لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمس، بينما قررت نقابة الإعلاميين
برئاسة الدكتور طارق سعدة وقف المذيع عن ممارسة النشاط الإعلامي لحين توفيق أوضاعه القانونية بالقيد في النقابة، وقررت إبلاغ النيابة ضده. من ناحية أخرى، أخيه هو علاء بسيوني، مذيع عرف من خلال برنامج المناوعات والموسيقى، وتحول فجأة إلى تقديم برنامج طريق الهداية مع الشيخ محمد هداية. ده أخوه علاء بسيوني، مذيع أيضا، والذي غير طريقته تماما في التقديم. ورغم أنه الأقدم، فإنه لم ينل شهرة أخيه تامر أمين مذيع البيت بيتك، وكان هناك حوار هام معه. إليكم ملخصي: كيف أثر تقديم البرامج الدينية على شخصيتك؟ الحمد لله أنني تغيرت للأفضل، لأنني لم أكن راضيا عن علاء القديم، وهذا ليس معناه أنني كنت شريرا، لكنني الآن أعرف كلمة دين بحق من خلال تعمقي في الدراسات الدينية، والتي جعلتني أراقب كل عمل وحركة أقوم بها، وأصبحت شخصا جادا في الحياة. هذا ليس معناه أنني لا أضحك ولا أستمتع بحياتي، ورغم كل ذلك لست راضيا كل الرضا عن نفسي الآن، لأن هذا هو أول درجات النهاية. ما رأيك في الفتاوى وشيوخ الفضيحات الذين يطلقون فتاوى غريبة؟ هذا شيء خطير، لكنه ليس غريبا، لأن المجتمع يعيش في منظومة فوضوية، كل واحد يفعل ما يريد، ولا بد من وضع ضوابط لمن يتصدر للإفتاء، ويجب أن يحصل على ترخيص مثل الطبيب والمهندس والمحامي، مع العلم أن الطبيب الجاهل يقتل مريضا واحدا، أما رجل الدين الجاهل يقتل أمة. ما هي فكرة البرنامج الذي تريد تقديمه؟ بيت المال، وهو برنامج اجتماعي شامل يحل مشاكل الأمة، مبني على فكرة بيت المال الذي تتجمع فيه أموال الزكاة والصدقات والتبرعات تحت إشراف لجنة من رجال الاقتصاد والاجتماع والدين والسياسة، لتحديد قائمة بأولويات مشاكلنا ووضع خطة زمنية للقضاء عليها بتمويل من بيت المال، وبذلك نحل مشكلات مثل البطالة وأزمة السكن وغيرها. هل فكرت في تقديم برنامج مع أخيك تامر بسيوني؟ برغم اختلاف شخصيتي عن شخصية تامر، لكننا في الآخر شقيقان، وقد يؤثر فارق السن والشخصية ونوعية التدريب الذي تلقاه تامر في القنوات المتخصصة على تنفيذ هذه الفكرة. من ناحية أخرى، كان قد غيب الموت في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 27/4/2016 الإعلامي المصري أمين بسيوني، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق. ده والد تامر أمين وعلاء أمين، وهو رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع مع المرض. ده أمين بسيوني، رئيس الاتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق. وأعلن الإعلامي علاء بسيوني ابن الفقيد أنه سيتم تشييع جنازة والده عقب صلاة الظهر من مسجد أبو بكر الصديق بمساكن الشيراتون بمصر الجديدة شرق القاهرة ساعتها. ده الأب وأبنائه. ده علاء أمين بسيوني. أمين بسيوني من مواليد عام 33 بمركز أوسنا محافظة المنوفية، وحصل على ليسانس آداب في قسم اللغة الإنجليزية عام 55 من جامعة القاهرة. ده الراحل أمين بسيوني. بدأ حياته العملية مذيعا بصوت العرب، ثم تولى منصب رئيس قطاع الإذاعة في الفترة من 6 مارس 88 حتى 7 نوفمبر 91. ثم عين رئيسا لمجلس الأمناء باتحاد الإذاعة والتلفزيون في الفترة من 8 نوفمبر 91 وحتى 13 ديسمبر 96، وقام بأعمال إذاعية في ميدان الدراما والبرامج الثقافية والمنوعات والبرامج السياسية. وحصل على الدكتوراه الفخرية في الإعلام من جامعة باسيفيك ويسترن في ولاية كاليفورنيا، باعتباره واحدا من رجال الأعلام البارزين في منطقة الشرق الأوسط. وهو والد كل من الإعلامي علاء بسيوني وتامر أمين، المذيع الذي قال في أول تصريح له
بعد وفاة والده الإعلامي أمين بسيوني أن والده كان رمزا للخير والرحمة قبل أن يكون رمزا للإعلام مطالبا بالدعاء له. وده في جنازته الله يرحمه. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وتشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكم.